هاي جايز، انا حيدر. اول شيء حبيت اشكركم على كميه الرسائل اللي وصلت، ما كنت متوقع هذا بصراحه. اليوم جبت عطر من شركه مشهوره وغاليه، وجبت في نفس الوقت اقرب بديل له. عطر اليوم من توم فورد. اشتهر توم فورد بمجموعة كبيرة من البرايفت بلند أو الخلطات الخاصة، وهي عادة من عطور النيش، وغالبا ما تكون غالية إذا ما تقارنها بالشركات المشهورة مثل ديور، شانيل، إيف سان لوران، وتتراوح أسعارها للخمسين مل عادة بين 130 إلى 150 جنيه استرليني. من أشهر منتجاتهم تاسكن لذر، توباكو فاني، وعود وود، وبلاك أوركيد. حاولت بهالفيديو انتقي شيء من منتجات توم فورد مناسب ومش غالي وفي نفس الوقت موجود بالاسواق، لان عاده ما ينتجون كميات محدوده من عطورهم لفتره وبعدها تتوقف من انتاج هاي النسخه بهدف اما اعاده تعبئه او انتاج عطر جديد. وطبعا بس يصير اعاده تعبئه اكيد العطر راح تتغير كفاءته. توم فورد جراي فيتيفر، اول شيء تلاقي منه في الماركت ايدو تواليت وايدو بيرفيوم. اكيد الاختلاف بينهم هو الكونستريشن او درجه تركيز العطر. بالمناسبه توم فورد ماكو اي داعي تسال على تركيز عطورهم. العطر انتج بال2009، السعر ممكن تلاقيه بين 90 جنيه استرليني لل50 مل و 150 جنيه استرليني لل100 مل. طبعا السعر مش رخيص، لكن جوده العطر تستاهل وريحته واو. ثبات العطر ممتاز جدا، ممكن يبقى على الجسم بين الأربعة إلى ست ساعات. العطر فريش ومنعش جدا، يناسب الأجواء الحارة. ممكن تحط العطر بالمناسبات أو الشغل. بصراحة استعملته كثير وعادة ما تجي تعليقات على العطر، لهذا أخذت أكثر من قطعة. الاتفاقية على العطر خشبي ترابي وفي كثير من الحمضيات. المكونات الأساسية الفيتيفر، وهي عشبة هندية مثل ما مبين من الاسم، والتوابل وريحة الخشب. افتتاحية العطر الجريب فروت ووردة البرتقال. النوتات الوسطية جوزة الطيب، جذور السوسن، الفلفل الحلو. قاعة العطر الفيتيفر الخشب والسنديان. تعرفنا على جريب فيتيفر والآن لازم نعرف على العطر الشبيه. باعتقادي وبعد الاستعمال لقيت عطر رصاصي وودي، عطر جميل وهذا يمتاز بريحة الخشب مثل ما واضح من الاسم ورائحة الفيتيفر. نسبة الشبه تصل إلى حوالي 70%. افتتاحية العطر قريبة، لكن الوسط والقاعدة تسيطر عليها ريحة الأخشاب. العطر ممكن يبقى على الجسم بين 3 إلى 4 ساعات. ممكن تحصله بين 20 وال 30 جنيه استرليني للميت مل. الرصاصي وودي عطر خشبي وفي أشجار وحمضيات وعود. المكونات الأساسية الفواكه والزعفران والعنبر والمسك. افتتاحية العطر الجريب فروت، اليوسفي والزعفران والفلفل الوردي. النوتات الوسطية الفيتيفر والباتشولي. قاعدة العطر العود والمسك وخشب الأرز. من جربت توم فورد جراي فيتيفر وودي من الرصاصي على جسمي لقيت الافتتاحية قريبة، وهي مجموعة من الفواكه، ولكن بعد أكثر من ساعة يبين الاختلاف. الرصاصي يبين بريحة الباتشولي، أما توم فورد نلاقي فيه إحساس الفيتيفر ويميل للقاعدة بسرعة وهو خشب السنديان. أما قاعدة الرصاصي تميل إلى المسك والخشب والأرز. هذا كل شيء بالنسبة لعطر اليوم. لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس.